اخبار الاهلي النهارده وعوده التدريبات ايه. تعالوا نشوف الاهلي نيوز روم فيها ايه النهارده. طيب عندنا تمرينتين مهمين جدا، تمرين النهارده وتمرين الرئيسيه بكره ان شاء الله. النهارده يهمني جدا اتعرف على او اطمن على سكواد الاهلي، يعني زي ما كنت بقول لكم طبعا مستر كولر يعني طلب من او تسلم بالفعل تقرير من الجهاز الطبي للنادي الاهلي من دكتور احمد جبالة، طلب تقرير عن حاله المصابين اللي ما بيشاركوش مع الاهلي بقالهم فتره طويله. عندنا اصابات طويله واسماء غيرت لفترات طويله زي محمود متولي، زي عمرو السوليه، زي اكرم توفيق، زي كريم فؤاد اللي يمكن رجع من اصابه وبعدين اصيب مره ثانيه. وعندنا اصابات بسيطه، يعني اصابه عبد المنعم اللي كانت مع منتخب مصر اصابه بسيطه، كدمه في القدم. عندنا بعض الاصابات ايضا تعتبر بسيطه برضو، محمد مجدي قفشه بعد ماتش تنزانيا مع سيمبا في كدمه بسيطه ان شاء الله. فبالتالي مهم جدا تطمن على حد السكواد ومين ممكن يكون جاهز لماتش الثلاثاء. لكن الاكيد انه علي معلول غاب بس مش نتيجه اصابه، نتيجه اجهاد، واعتقد انه الجهاز الفني فضل ان هو يريحه، وخصوصا مع وجود كريم الدبيس اللي بيحظى بثقه مارسيل كولر. لكن انا بشوف انه علي ممكن يكون جاهز بشكل كبير وفرص مشاركته في مباراه الثلاث كبيره جدا. كمان عبد المنعم وامام الاثنين طبيا يعني معلوماتنا بتقول ان هم جاهزين، لكن فنيا هل يعني واصلين لفورمه تسمح لهم المشاركه في المباراه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، وهيكون في اختبار طبي اعتقد قبل بدايه المران وهنطمن عليه.